بالمراوغات، ولكن الكثرة تغلب الإرادة في هذه اللقطة الماضية. جحنيط من هناك يأتي له بنيطو، بنيطو راح تكون كرة صعبة لصالح هجوم وفاق سطيف، بنيطو يمرر ناحية جحنيط، جحنيط أمامه مدافعين يتمكن من التمرير ناحية قاسمي، تسديدة رائعة من قاسمي مباشرة تسكن في شباك الحارس بن خوجة نسيم في الوقت. قاسمي الذي يسجل أول أهدافه بهاهي الإعادة، من أين لك هذا يا قاسمي؟ يا قاسمي أي كرة وأي صاروخ وأي قذيفة مباشرة سكنت شباك الحارس بن خوجة. إذن قاسمي أحمد اللاعب السابق لاتحاد العاصمة يتمكن من تسجيل أول أهدافه بألوان وفاق سطيف. أخطأ تقريبا 5 دقائق.